حمل أصحاب المطاعم والمقاهي في لبنان عش وزارة السياحة على الأكف، وعلى وقع الأغاني الثورية قطعوا طريق السوديكو باتجاهاتها الأربعة لكثرة الحشود المشاركة. رفعوا اللافتات وارتدوا اللباس الأبيض، والشعار واحد: تعديل قانون منع التدخين. هذا التحرك هو الثاني من نوعه بعد القانون الذي صدر في الثالث من أيلول. كان لازم تشاركونا من العقول من أساس. القانون 174 مثل ما هو مردود لكم مع الشكر، وبعد الآن نعتبره حبر على ورق مش أكتر من هيك. أستاذ توني، يعني هذا الاعتصام التحذير الأول اللي حيصير اليوم، إذا ما لقيتوا نتيجة شو حيصير بالأيام المقبلة؟ يعني شو التصعيد؟ من تصعيد إلى تصعيد، ومن اعتصام إلى اعتصام أكبر والآتي أعظم. نحن نيتنا مألوف، هيدا أول مرة بنطلع بالشارع، رح نرجع ننزل. كونوا ويا، كونوا ايد وحدة، ما تخافوا، كل واحد بيده الضبط. التحرك السلمي الذي جاء بتنسيق مع القوى الأمنية دام ساعة ونصف من الوقت، جمع الألاف من المتضامنين الذين جاءوا من كافة المناطق اللبنانية، وغالبيتهم من العاملين في القطاع السياحي الذين باتوا خارج وظائفهم. أنا ماني مدخن، بس أنا حاسس بالعالم، كوني ناشط بحقوق الإنسان، حاسس بالعالم وحاسس أنه 7000 موظف بس ببيروت قاعدين بلا شغل. والمشكلة مش بس بالقرار 174، المشكله بالنظام الطائفي والمحسوبيات اللي عم تصير. يعني اذا بتلاقي هون يمكن في مطاعم منا جايه، بس هالمطاعم مدعومه وعم تشتغل. المطبخ اللبناني، المطعم اللبناني، كل السياحه هي كلها لبنانيه. نحن 95% من 120,000 واحد لبنانيه عم نشتغل بهالقطاع. اللبنانيه واكثريه المطاعم بلبنان هي مطاعم لبنانيه، وبالمقاهي تبع الأرجيلة ضربتهم 90%. فاليوم وبقية المؤسسات يلي هن الفنادق، كمان في أقسام من الفنادق أغفلت لأنه ما عاد في إمكانية أنه يقدر يدخن فيها الواحد. فهيدا القانون بهيك ظروف نحن بنعتبر أنه صار في عنا حالة طوارئ سياحية. وزير الاقتصاد نقول نحاس مع قانون منع التدخين، لكنه يتعاطف مع أصحاب المقاهي والمطاعم، وهو في صدد إجراء دراسات للوضع الاقتصادي وبالأرقام. هذا أشي عملها الإشكالية، وأنا بتفهمها جدا، بس هون بدنا نشوف سوا كيف نحل الموضوع. الموضوع موجود، الموضوع في عنا قانون من مال، وفي عنا تقلص بالأعمال. كيف بدنا نزوج بعضهم لنقطي هالمرحلة هيدي؟ أنا بقي قلت أنا هذا الموضوع بده عدة مقاربات. القانون ضروري والقانون يجب أن يكون، ولكن كيفية تطبيقه أنا يمكن هذا الموضوع بتعاطف نوعا ما مع اللي عم يطالبوا أنه يمكن يصير في تعديل ما بشكل يراعي خصوصية خصوصي موضوع الأرجيلة. نلاحظ أنه في تراجع، بس عم نجرب نقيم بالضبط قديش هالتراجع مع أصحاب الشأن، مع النقابات المعنية، مع لأنه لازم نشتغل سوا بهذا الموضوع. تصعيد تلو التصعيد وقرار منع التدخين لم يعدل، وزارة السياحة أصبحت في نعش افتراضي، والاقتصاد إلى انحدار. فهل سيعدل المجلس النيابي القرار لينقذ آلاف العمال الذين باتوا عاطلين عن العمل؟ من السوديكو، دلال بزي، قناة الجديد.